كم يقول السائل: ما رأيكم في الأناشيد وفي المصارعة الحرة التي تظهر على التلفاز وفي الأفلام الكرتونية وجزاكم الله خيرا؟ المصارعة الحرة ما تجوز هذه، لأن فيها خطر على الناس وفيها كشف للعورات وفيها لهو ولعب، فلا تجوز مشاهدتها، لا تجوز مشاهدتها لما فيها من المحاذير الشرعية، لا تجوز لما فيها من الخطر، ما فيها من الجراح وما فيها من كشف العورات وما فيها من محاذير كثيرة ومن اللهو واللعب، لا يجوز مشاهدتها. الأناشيد هذه أغاني، ما يتجوز سماع الأغاني، هي نوع من الأغاني، والمسلم منهي عن الأغاني واستماع الأغاني، لأن الأغاني تنبت النفاق في القلب وتشغل عن ذكر الله عز وجل، لا يجوز استماع الأغاني ولو سميت أناشيد، أو بعضهم يتجرأ ويقول أناشيد إسلامية، ما هي بأناشيد إسلامية، هذه أغاني لا يجوز استماعها ولا يجوز أخذ الأشرطة المستملة عليها، لأنها تغفل القلب وتصد عن تلاوة القرآن وعن ذكر الله عز وجل. نعم.